ان شاء الله يا رب. هلا انا سالتك هذا السؤال بتعرف ليش؟ انت حكيت عن الدراما. هلا اذا بدي اطلب من صبحي يحكي عن الاعلام والاعلاميين السوريين، اذا اليوم انطلب منك تعمل هاشتاج للاعلام السوري، شو بيكون عنوان الهاشتاج بصراحه؟ ليتس جو. ليتس جو. ليتس جو، لانه وي ار نوت جوينج، يعني نحن ما عم نمشي الحقيقه. ما عم نمشي الحقيقه كاعلاميين، يعني بتلاقي اعلاميين سوريين مميزين بتلفزيونات برا لانه في تنوع. اوكي، نحن عنا يعني بعدنا هيك، يعني ما عنا هالمجال انه نبدع او نعمل، او حتى يعني مثلا نفترض نحن عنا 3 قنوات او 4 قنوات سوريه ممكن تعمل برامج انترتينمنت. هلا خليني احكي بالانترتينمنت. اوكي، فبالتالي انت اذا في عندك مثلا 50 شخص ممكن يبدعوا بهذا المجال، فرصتهم صارت قليله لانه هالقنوات كم برنامج بدها تنتج بالسنه؟ صح، 3 4 5 10 قد ما كان، ما حيتجاوزوا العشرة. شو بكفوا؟ فبالتالي هلا اليوم ميديا اللي هي السوشيال ميديا، اليوتيوب، الانستغرام، عم تظهر مواهب سوريه حتى يعني محليه، عم تطلع حلوه وعم تثبت جدارتها. صح، عم تتابع صبحي؟ عم تتابعون؟ انا ما كثير مع الناس اللي بيسموا حالهم انفلونسرز يعني او بلوجرز. ما كثير بتابع، ما كثير بحب الا ما رحم ربي يعني الناس اللي شوي هيك بتسليني. بس